صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا حبيبي. لا باني عيش ده كل قلبي في ألم وانكر. صباح الخير يا دكتور. يا لطيف يا لطيف لك في كل بال وتصريف يا حبيب يا رب كريم وتحب كل كريم فرجك قريب وقصدك لم يخيب مفيش فك نضيف معلش نضيف على الحساب ايه ده انت عامل في روحك كده ليه اعمل ايه ما دام مفيش زباين قلت اكنس العياده تراب كتير ورجلي مفيش انا عارف الناس جرالهم ايه مفيش حد بيعيا اليومين دول ليه مفيش حد بيتعور ليه هي الدنيا جرى فيها ايه الدنيا ما جراش فيها حاجه اهي زي ما هي اللي بيعيا بيعيا واللي بيتعور بيتعور بس محدش فيهم بيفتكرنا يعني نموت بقى لا نصبر لحد ما نشوف اخرتها 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 ما هي باينه ايه مفيش غير الكام عيان الغلابة اللي بيجولنا وحضرتك بتصرف لهم الدواء من عندك بيقولوا مهنة إنسانية لكن أنا شايف الإنسانية من جانب واحد بس وإيه اللي زنقنا على كده؟ ما ننزل نشم ريحة العز في شارع فؤاد ولا سليمان باشا؟ أنت عارف العيادة في سليمان باشا أجرها كام؟ عارف لكن زباين هناك غير زباين هنا على الأقل فيه بقشيش للغلابة اللي زي حالاتنا فضها بقى يلا روح البس هدومك واعمل لي فنجان قهوة. حاضر. هو انتي؟ ابويا استلم الجواب ده الصبح. تعالي قبل وريني دماغك. مش قبل ما تعدي الشارع تبقي تبصي حواليكي. تعالي تعالي يا شاطر. ايوه مرة تانية تخلي بالك من روحك. اصل كنت مستعجلة وخفت لحضرتك تنزل قبل ما اديلك الجواب. مع السلامة يا أمورة ابقي تعالي بكرة عشان أغير لك على الجرح حاضر يا دكتور يلا ادي التليفون جاي بس منين نجيب 28 جنيه ونص اجر تركيبه اوي اوي تفركها اوي انت القوي ما عليك اوي يا حبيبي يا رب يا دكتور يا دكتور في ايه خير مالك لا مش انا في ولد صغير عندنا عيان تسمح تتفضل معايا هندفع لحضرتك اللي تطلبه وفين البيت في جاردن سيتي جاردن سيتي عال دقيقة واحدة وجاي معاك ايه ده يا سي زفت انت كنت بتسويها على الشمس لا مؤاخذة يا دكتور اصل السبرتو خلص ونزلت اجيب سبرتو من تحت
يلا يا سيدي على جاردن سيتي. جاردن سيتي؟ تعال عال والقهوة اشربها انت. ايه في بقى انا مش راجع تاني. حاضر، مع السلامة دكتور. من هنا يا دكتور. امال منين؟ من هنا. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور، ربنا يخليك وينجيك من كل ضيق. متشكر، انا جاي اعمل الواجب. اتفضل يا سيدي. ادي الروشته اهي، كتبت له فيها كل حاجه، كل حقنه بميعادها وكل ده وطريقه استعماله. لا مؤاخذه يا دكتور، احنا كنا عاوزين نقوم بالواجب، لكن بقى العين بصيره واليد قصيره، ريال اهو مش لاقي بمقامك. ودي تتكلف كام يا سيدي؟ ده شيء يعرفه الأجزاجي بقى. السلام عليكم. ربنا يخليهم لك وينجيك يا رب. المهم انكم تدوله الدواء في مواعيده. حاضر. وانا حمر عليه بعد اسبوع. حاضر. كتر الف خيرك يا دكتور. سلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامة يا دكتور. ادي زباين جاردن سيتي. حظي كده، نصيبي كده، الفقر ورايا مطرح ما اروح. وبعدين وادي كمان العربية تعطلت. اعمل لها ايه دلوقتي؟ يا اخي خضتني، الشارع ما فيش حد ابدا وانت طلعت لي كده زي عفريت الليل. الحق عليا اللي جاي علشان اساعدك. يا سيدي متشكر جدا. صحيح العربيه دي كهنه قوي، لكن اصلها عندي من سنين، ومن كتر ما خدمتني مش قادر استغنى عنها ابدا. العشره ما تهونش مش كده؟ انت هتعمل ايه؟ بشوف البنزين. اشمعنى البنزين؟ دم العربيه. والموتور؟ الموتور القلب سليم لسه مجدده. انت دكتور؟ تفتكر كده؟ اربط كابل البطاريه والعربيه تمشي. تمشي؟ تمشي. تهدي. ده صحيح مفكوك. ايوه. سيجاره؟ ما اشربوش. طيب تعالى بقى اتفضل اما اوصلك. اتفضل. تعرف انك عملت فيا معروف كبير قوي؟ على الاقل كنت حبات في الشارع. كتر الف خيرك. يا ريتني اقدر اعمل خير لانسان. ليه؟ ده انت باين على وشك انك كلك خير. انت مخدوع. اسم الكريم ايه؟ محسوبك نبيل. عاشت الاسامي يا سيد نبيل. تصور حضرتك ان مخلوق عايش خايف من الناس والناس بتخاف منه. ليه؟ هو انت ولا مؤاخذه حرامي؟ يا ريت. تاجر مخدرات؟ ابدا. تبقى التل قتله بقى. انا عمري ما استعملت ايديا. امال بتشتغل ايه؟ مخترع مبتكر خالق. يعني بتخترع القنبله الذريه يا خاي، والهيدروجينيه وغيرها وغيرها. انتوا لسه شفتوا حاجه؟ لا، ده انت باين عليك مبسوط قوي. من حق انا نسيت اعرفك بنفسي. ادي الكارت بتاعي اهو، فيه عنوان البيت والعياده ونمره التليفون اذا ركب. تشرفنا. تسمح ازورك بكره؟ اهلا وسهلا. جبت لي البسكليته. لا والله يا حبيبي، جبت لك حاجه احسن من البسكليته. جزية؟ لا، انا عاوز بسكليته.
انا هفضل اجر عجل بقى لامتى؟ بسكريتة ايه يا عادل؟ انا خايف عليك لا تتعور. مسوسه ابن الدكتور اللي جنبنا عنده واحده وانكسرت وهو ما جرالوش حاجه. طيب طيب حاضر حاضر، بكره هروح اجيب لك البسكليت. امتى؟ الظهر وانا جاي من العياده. لا الصبح وانت رايح. طيب حاضر، الصبح قبل ما اروح العياده. نام بقى نام. ايوه ناديه، هقدر ادخل؟ ناديه من فضلك سيبني، انا بذاكر دلوقتي. انا مش قادر اذاكر، مش عارف اذاكر. عندك ايه؟ تاريخ. ده علم لطيف جدا. كل الستات بتحب التاريخ علشان بيجيب سيره الناس. تسمح بقى تتفضل. انا عايز اقول لك كلمه سر. قول، ما احنا لوحدنا. قربي عليا شويه. اهو كمان شويه. اهو حبه كمان شويه. اهو كويس كده بقى، قول. في الحقيقه انا عايز اقول، بس مكسوف منك. وهم اولاد العم ينكسفوا من بعض. قول. اصل اللي عايز اقوله لك ملوش دعوه بالقرابه. قول بقى فلاتني. عاوز ايه؟ عاوز استيكة. ميرسي. استيكة. اوه ناديا استيكة. اوه ناديا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. اسمع من فضلك يا أستاذ. يعني عمين عندك عجلة صغيرة كده لولد عمره 6 سنين؟ أمال موجود أهي اللي متعلقة قدام حضرتك دي. بكام؟ 13 جنيه. إيه؟ 13 جنيه من غير الفانوس ولا الجرس ولا المنفاخ. لا 13 جنيه كتير قوي. انا عاوز عجلة كده تكون يعني سكوندو هاند يعني. عندك؟ امال موجود اهي. اتفضل يا بيه. ودي بكام؟ 6 جنيه. لا برضك كتير. كتير ليه؟ هو حضرتك ما اشتريتش عجل قبل كده؟ لا. لا احنا عندنا كلام واحد، مفيش فصال. 6 جنيه يعني 6 جنيه. تفتكر اقدر الاقي عندك عجلة قد كده ب 170 قرش؟ 170 ايه؟ 170 قرش؟ ليه؟ هي لعبة؟ دي عجلة، دي بسكليتة. أهلا وسهلا. أنا آسف إذا كنت جيت لك في ميعاد العيادة. لا أبدا يا أخي العفو. شربت القهوة؟ متشكر. سيجارة؟ تعرف أنا صحيح ما بتشربوش. أعمل لي قهوة وخليهم يخشوا بالدور. حاضر يا فندم. أهلا وسهلا. اتفضل استريح، نورت العيادة. العفو. اتفضل. تعالى يا شاطر تعالى. اقعد. ايوه. بيشكي من ايه؟ بيكح وعنده نهجان. الولد ده عنده التهاب رئوي، لازم ياخد حقن بنسلين وستريبتوميسين يومي. ما تكتب له التراميسين احسن. صحيح عندك حق، تراميسين نقط. شكر يا هل. عجيبة بقى تبقى دكتور ومش عاوز تقولي من امبارح، اما انك خبيث صحيح. انا احب الخبز. تحب صفة الخبز في اخلاقك؟ انا فخور بيها. انت عايش بعقلك مش بعواطفك. بالظبط. قولي بالعقل كده هنقعد هنا لحد امتى؟ ليه انت عاوز تنزل ما احنا قاعدين نتكلم؟ اصل ما احبش الراحه، احب الحركه، احب الدوشه، احب الايه. مشغول كده باستمرار؟ باستمرار. ما بتنامش؟ يا ريت. اهلا عبدو. اهلا خليل. الحمد لله على السلامه. شوف خليل حي بلدي صحيح، لكن ناس طيبين. يا لطيف، لك في كل بال وتصنيف يا حبيبي. يا
انا بقالي 20 سنة هنا ما شفتش اللي حصل ده. لو كان عندي تليفون ليه كنت ابلغ البوليسي بفض الاشكال ده. اتقل يا راجل تعالى، لا تكون اعصابك ما تحتملش الدم تسرع مني هنا. لا انا متعود اشوف الدم، انا احب الدم. انت لازم جراح. طب تعالى معايا بقى. تعالى لازم هو اقوى منك علشان كده ضربك. ضربني ويقدر يضربني؟ ده لازم هشرحه، ده انا هقتله، ده انا هموت. تعالى اقعد يا راجل. تعالى سيبه، مفيش فايده. استنى ما تركبش انت، خليك اما اشوف العربيه هتمشي ولا لا، عشان اذا ما مشيتش تبقى تزقني. لا اطلع البطاريه جديده. جبتها امتى وتركبت ازاي؟ مش مهم تعرف تركبت ازاي، المهم ان العربيه دي هتمشي. دفعت فيها كام؟ ما دفعتش فيها فلوس. مش معقول. مش معقول يعني ايه؟ اللي اذا كنت سرقتها. يا اخي انت من يوم ما عرفتني وانت عمال تتهمني بالسرقه. على العموم يبقى نتحاسب بعدين. طيب ما تيجي تتعشى عندي. طب ما تتعشى انت عندي احسن، انا اقرب. تعال عندي علشان تغير مناظر. انت ساكن فين؟ اطلع وانا اقول لك. طيب ايه اللي رماك في الحته المقطوعه دي؟ ها؟ ما بتخافش بالليل وانت راجع؟ انا ما اخافش من حاجه ابدا. ورق؟ لا شطرنج، دي هوايتي الخاصه. لازم يكون كده ما دمت عايش على عقلك بس. اتفضل العب. لكن الشطرنج ده مش بيضيع العمر؟ الحاجة الوحيدة اللي تضيع العمر هي الفقر. عندك حق، لكن انت بتحس بالفقر ازاي؟ ده انت باين عليك ابن ناس مبسوطين قوي. لكن من حق قولي فين اخواتك وعيلتك؟ انا مش شايف هنا حد ابدا. انا ماليش اهل ولا اخوات ولا عيلة ولا حد ابدا. ده انت لغز. العب. ياه ده انت زنقتني خالص. وريني بقى العقل والعلم والفراسة والقنابل الذرية والهيدروجينية هتطلعك من هنا ازاي. كده برافو جدا. الحمد لله. أنا آسف. تفضل معايا. تجاربي اني اتحكم في الكواكب. تتحكم فيها واقدر انسفها في اي وقت يعجبني. تنسف ايه؟ اي كوكب. انت مش شاعر انك بتبالغ شويه كده؟ بص شوف. انت مدمر. انا مدمر الشر. انت الشر نفسه. احنا نعرف بعضينا كويس دلوقتي. حصل مني حاجه تسيئك؟ لا ابدا ما حصلش حاجه. امال بتجرح شعوري ليه؟ انا متاسف، قصدك حطمت اعصابي خالص. انا توصلت بتجاربي اني اتحكم في الكواكب. تتحكم فيها واقدر انسفها في اي وقت يعجبني.
تنسب ايه؟ اي كوكب. انت مش شاعر انك بتبالغ شويه كده؟ بص شوف. معاي. انا ما بهزرش، ده انا بصبح. هات الجورنال اللي في ايدك ده. هي احضر لك انهي بدله النهارده يا سيدي؟ بتتريقي عليا حضرتك؟ الكحل المقلمه ولا البن الساده ولا البيج الفريحي؟ امشي اطلعي بره. دي فيها بقعه جديده اهي. بقعه؟ اعملي معروف، طلعها لي بالبنزين. اطلعها لك بالبنزين؟ ده انا اطلعها لك بدموع عينيا واكوها لك بنار قلبي. يا سلام. نلزم خدمه. يا سلام. نلمع الجزمه. يا سلام. نرفع الشراب. يا سلام. منير الفطور جاهز. أنا مش قلت لك إن كل اللي شفته امبارح لازم يكون سر ما بيني وما بينك؟ لكن ده أذيع في كل الدنيا، أمال إزاي الجرائد نشرته؟ الجرائد نشرت إيه؟ مش نشرت خبر ناس في كوكب؟ أيوه. العلماء بتوعهم عرفوا مين اللي نسفه؟ يعرفوا منين؟ خلاص. كل اللي شفته مش لازم تقوله لحد أبدًا. وإن قلت تبقى كل العلاقة اللي ما بيني وما بينك انقطعت. ليه بس؟ عايز أفاجئ الناس بخبر يهز الدنيا. وإيه هو الخبر ده بقى؟ أنت بطله. أنا بكتب رواية هيسجلها التاريخ، أنت هتلعب فيها الدور الأول. ويا ترى الدور اللي اخترتولي ده بقى من أدوار كلارك جيبل ولا روبرت تايلور؟ تشارلز لوتون. ليه؟ هتشتغل مخرج سينمائي؟ أنا مخرج، لكن مش مخرج سينمائي، أنا مخرج حقيقة. المسرح بتاعي هو الحياة. يا أخويا أنا كل علاقتي بيك ما تكبر كل بسمع منك كلام فارغ. يعني إيه مخرج حقيقة؟ صانع العجائب. ده الشيطان. يمكن انا مستشار وعندي حل لكل عقده. والاستشاره عندك بكام؟ مجانا. لوجه الله بس. ايه مالك؟ انا مش فاهم. انا متجاوب معاك لكن انت مش متجاوب معايا. حلمك عليا شويه، احنا لسه ما درسناش اخلاق بعض كويس. ثم انت راجل عبقري. العفو. تيجي معايا ولا عندك شغل؟ لا انا هنزل اخد تاكسي. مش ممكن. تاكسي ازاي؟ نادية توصلك يا اخي. اتفضل يا دكتور. اتفضل. التاكسي قال ده اقل ما يجب يا دكتور. انا متشكر. عاوز كلام؟ اتفضل. حضرتك عندك عيادة ولا موظف؟ انا مش موظف. لك حق، انا ما احبش ابدا الشخص اللي يعتمد في حياته على الوظيفة. حضرتك دكتور ايه؟ حكيم عيون حضرتك. صدقيني مفيش حاجة بتضايقني أكتر من حضرتك وحضرتك. لك حق، أنا محبش أبدا المجاملات، لكن حضرتك تاني. أنا آسفة أوي، أصلنا لسه ما خدناش على بعض، لكن بابا من كتر ما كلمني عنك تبقى صغير أوي بالنسبة لنبوغك. ها؟ العفو. قولي إيه أخطر عملية عملتها في حياتك؟ استئصال آدم من الجنة. أمال فين دبلت حاوت؟ أصل لسه ما لقيتش عدلي. ياه، ده انت يبقى ذوقك صعب قوي في البنات. كل الدنيا دي مش عاجباك ولا واحده فيها؟ اصلي كل ما بفكر في واحده يجي واحد ويروح لهيطها مني. احسن. طبعا احسن، لان هما الاثنين بيخسروا بعض انما انا بكسبهم هما الاثنين. ازاي؟ تحبي نقعد على النيل شويه؟ طيب. حد في الدنيا ما يحبش البحر؟ تعرف تعوم؟ لا، لكن اعرف انقذ نفسي وقت اللزوم. هات ليمون من فضلك. في ايه عندكم؟ ويسكي. هات ليمون. حضر يا فندم. يعني ما قلتليش بتعمل ايه في الرجاله اللي بيخطفوا منك البنات؟ ولا حاجه،
بساعدهم. تساعد أعدائك؟ أنا ما بعتبرهمش أعداء، أنا بعتبرهم أصدقاء. طب ولو حد خطفني منك تعمل إيه؟ أنتي؟ ما حدش في العالم يقدر يخطفك مني. أنت طيب أوي. منظر جميل. اللي أجمل منه منظر واحد بيغرق. ياه، إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ أنا أحب الغرق وأحب النار وأحب التصادم. وتحب الموت؟ لا، ما أحبش الموت. أمال تحب تتفرج على مقاسي الناس وبس؟ هو ده مزاجي. عن إذنك دقيقة واحدة لما أتكلم في التليفون. طب أنا كمان ماشي، ابقى خلينا نشوف. مع السلامة. انا لقيت لك الحل اللي حيناولك الثروة اللي انت عايزها. انت عايز الثروة، انت بتجري ورا الثروة. ادي ثروتك في ايدي. ازاي؟ مش فاهم. تمضي على الاتفاق تلاقي الثروة في ايدك. اتفاق؟ اتفاق ايه؟ تسمح اقراه؟ انت ما انتش واثق فيا؟ لا العفو، بس يعني امضي عمياني كده، مش بس على الاقل لما يبان علي الغنى فجأة كده ويسألوني من أين لك هذا أعرف أقول لهم إيه؟ أنا مش هدي لك فلوس، أنا هطلعك على سر تشتغل بيه. السر ده هو مفتاح الثروة. أنت دكتور وتعرف إن الحياة مكتوبة ومحددة بالأجل. اللي مكتوب له إنه يعيش هيعيش، أما اللي أجله انتهى فخلاص انتهى. اللي مكتوب له إنه يعيش كوباية مية تشفيه، أما اللي أجله انتهى فهتلاقي مكتوب على وشه الموت. بص لي هنا، هتشوفه زي ما أنت شايفني دلوقتي. شايفني؟ أنا مش عارف أرد لك جميلك ده إزاي. امضي على الاتفاق، امضي وانت ترد لي الجميل وتكسب الثروه كلها. امضي، مفيش وقت. مفيش وقت ليه؟ هي الساعه كام؟ ياه، دي الساعه 3 بعد نص الليل. لكن قول لي انت جيت ازاي ومين فتح لك الباب؟ انا ما بستعملش ابواب ولا شبابيك. انت الشيطان. نبيل، نبيل، في اليوم الثاني بدأت أباشر عملي كالمعتاد، ولكني فوجئت بهذا المريض. عندك ايه؟ ولا حاجة يا دكتور، بس موهوم شوية. طيب تعال هنا. انه يعيش كوباية مية تشفيه، اما اللي اجله انتهى فهتلاقي مكتوب على وشه الموت. هتشوفه زي ما انت شايفني دلوقتي. وانت استريح برا شوية. ازاي الحال يا دكتور؟
ما اكدبش عليكي، الحالة خطيرة. وما تأخذنيش إذا قلتلك إن العلاج ما يقوش منه. إزاي الكلام ده يا دكتور؟ ده صحته زي البوم. كل الدكاترة اللي شافوه قالوا ما عندوش أي حاجة. اعمل معروف اكتب له أي حاجة. أبويا كبير في السن وقلبه تعبه يا دكتور. اللي بكتب له إنه يعيش كوباية مية تشفيه. أما اللي أجر انتهى فهتلاقي مكتوب على وشه الموت. شوفوا زي ما انت شايفني دلوقتي. انت عندك ايه؟ مش انا، ده ابويا يا دكتور، مش انا. المسألة بسيطة، اكشف عليه. فك صدرك. ابوك سليم، مفيش حاجة. خده معاك. اتفضل يا عم. مفيش مريض يحط ايده عليه الا لما ربنا يكتب له الشفاء. يا خساره، بقاله في العتاد اكتر من 20 سنة. يا خساره ليه؟ ايه اللي هيقعده هنا تاني؟ كفايه بقى، هما الدكاتره الكبار احسن منه. ده المعلم عبد الحنوتي ملوش شغل اليومين دول الا الدعاء على الدكتور راجب. ليه بقى؟ عشان ما بيستنفعش منه. انا جايب لك اجمل حاجه في الدنيا، الحاجه اللي كان نفسك فيها من زمان. حذر فذر، تبقى ايه؟ عارفها. ايه هي؟ جزئيه. لا 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 لا، ده كان زمان. جزئيتي وبتاعت ايه؟ احنا بتوع جزئيه. حاجه معموله من اتنين طولها مترين وتجري من غير رجلين. حذر فذر، تبقى ايه؟ البسكليتة. البسكليتة. يا روح بابا، يا روح بابا. يا حبيبي يا بابا، ربنا يخليك ليا يا بابا. ادي تمن ادوات العيادة اللي حجزتم عليا بسبب التأخير في سدادها. ايوه لا مؤاخذة. لا مفيش حاجة ابدا، الشركة كلها تحت أمر سيادتك يا دكتور. شي غريب. وإحنا متأسفين جدا للحجز اللي حصل مننا. يا سلام، إحنا متتبعين أخبار نجاحكم العظيم في الجرايد. وبالمناسبة دي لازم سيادتكم هتفتتحوا عيادة جديدة. طبعا، الشركة كلها تحت أمر سيادتكم لتأسيس العيادة وتزويدها بأحدث الآلات الطبية. والدفع بالطريقة اللي تريحكم. كده؟ طبعا، بالطريقة اللي تريحكم. التقسيط ده بقى كان زمان. دلوقتي الدفع كاش على طول فوري. ادي يا فندم 200 جنيه تحت الحساب. لا ابدا، ما اشتكاليش. حسن؟ ايوه انا الدكتور. انا مش جاي العياده النهارده. بس يا دكتور، ده في زباين كتير عايزينك. مش مهم، بدل ما فيش حالات مستعجله. مش جاي، مش جاي. ما اشتكاش من حاجة أبدا. فطر إيه؟ اتغدى إيه؟ أبدا، عادي زي كل يوم. عاوزك من هنا ورايح تقدمي لي عنه تقرير يومي ساعة بساعة. ليه بس؟ فهمني. بس من باب الاحتياط، لو كان عنده شيء كنت قلتلك. تصبحي على خير. وأنت من أهل.
أنا عملت ثروة كبيرة جدا ومستعد أضحي بيها كلها في سبيل حياة ابني. الثروة دي عملتها علشان عادل. إذا راح عادل يبقى إيه فايدتها؟ اطمئن يا دكتور رجب، أنا شايف إن الحالة مش خطيرة زي ما أنت متصور. انسداد في الأمعاء، نعمل له عملية. عملية إيه يا دكتور؟ أنا مش شايف في فايدة من العملية. الولد انتهى خلاص. عادل يا بابا. لكن يا عمي أنا مش قادر أفهم، تبقى أكبر دكتور في البلد ومش قادر تنقذه. كل الناس بتقول إن معالجتوش أنت، مفيش حد هيقدر يعالجه أبدا. ما هو إذا كان في أي أمل يكون الأمل ده في إيدك أنت. في أمل؟ الأمل ده في إيد واحد بس، هو نبيل. إلى بيت الشيطان. لقد كان البيت هنا، هنا في هذا المكان بالذات، لكني لا أجد الآن منه شيئا، أي شيء سوى هذه الرمال. عارف انك بتدور عليا وعشان كده جيت لك. ازاي الحال؟ زفت وقطران. ازاي بقى؟ عيب على العربية البويك والكرافتات السلكة والمستشفى الفخمة قوي والرصيد اللي في البنوك. انا متنازل لك عن كل ده، عايز ارجع سيدنا الحسين تاني. يعني ايه؟ انقذ لي ابني، حياته عندي بكنوز الارض كلها. والاتفاق اللي بيننا؟ مفيش بيني وبينك اتفاق، نلغيه. انا اسف، المساله خرجت من ايدي. الولد حيموت. ابوس ايدك، ابوس رجلك، مفيش حد غيرك انت يقدر ينقذه. انا سايب الولد بيموت دلوقتي. قلت لك اسف، الاعمار مش بايدي. انت السبب. كل شيء مكتوب. والنتيجة؟ انت طلبت مني الثروة وانا اديتك الثروة. انت خدعتني. من حقي اني اخدعك، دي وظيفتي. عينيا عينيا عينيا. موجودة في المستشفى، تقدر تجيبها لنا؟ الولد حالته خطرة يا استاذ منير. حاجة غريبة، مفيش ابر زي دي في المستشفى. دي أول مرة تحصل عندنا. منير روح جيب الابر. أوام أرجوك، أوام يا منير. حاضر هروح هروح. تاكس تاكس تاكس. اطلع يا اسطى على طول. مستعجل أوي؟ دكتور نبيل اهلا وسهلا. اطلع يا اسطى على طول. على فين؟ اصل لازم الحق الاجزخانه قبل ما تقفل. اطلع يا اسطى. انا عارف، انا جاي اطالبك بالخدمه اللي ليا عندك. رقبتي بس مش دلوقتي. اطلع يا اسطى. يا ابن النيله، عايز تخلف وعدك معايا؟ عادل بيموت وانت دكتور تقدر تقدر المسؤوليه. الحياه مش بايدينا.
هتطلع ولا اركب تاكسي غيرك؟ استنى هنا، انت مش هتقدر تغير المكتوب. انا ما كنتش منتظر منك انك تخلف وعدك معايا بالشكل ده. على العموم الخدمة اللي انا كنت عايزها منك انت عملتها لي من غير ما تقصد. ما تستعجلش، روح على الاجزخانة. اطلع يا اسطى وحياة والدك بسرعة. ايوه اوان. اتفضل. مين؟ مساء الخير. مساء الشر. انت جاي ليه؟ الاتفاق اللي بينا. الاتفاق اللي بينا اتلغى خلاص، اتمزع بعشرين عينيا. مش مهم، انا مستعد اغنيك اكتر من الاول وانت اعمى. اللي بيغلي ربنا بس. بس ازاي؟ عايز اسمع الشرايه دي منك ابدا. بس شوف اما اقول لك. انا ما بقتش بشوف خلاص. انت جاي ليه؟ جاي اقول لك الباقيه في حياتك. في مين؟ في ابنك عادل. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 9. العملية كان لازم تنتهي الساعة 8. لحد دلوقتي مفيش خبر. تستنتج من ده ايه؟ ما تشيلش السماعة، هتسمع أخبار سيئة. ألو؟ الأخبار السيئة اللي بتقولي عليها. العملية نجحت، ابني حي ما ماتش. مش ممكن. بقولك ما ماتش. انت كذاب مخادع دجال. انا امرت انه لازم يموت. انت مين؟ انا اللي اخضعتك لارادتي. في ارادة اقوى من ارادتك، ارادة ربنا. اسكت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. اسكت. الله لا اله الا هو الحي القيوم. يا رب. اسكت. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. ابني عادل. ناوي 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 ده معاك وحياة ابوك. الحر عامل عمايل النهاردة يا بنات. ان شاء الله يا رب الدنيا تولع اكتر، خلي الناس تشرب تزوزة. ما تقريش يا ام رمش قصير، لحسن بعدين يشربهم بفيهم ما ينفعناش بنكلة. النبي توريني فيك يوم يا منصور، مضايقة علينا ومحلق على رزقنا. يا اختي مش مكفيه اللي بيكسبهم البوفيه. لا يا اختي مش مكفيه، لازم يكسب ويحط في قرش. فطرنا من السيره دي بقى، لحسن ينطنا هنا. وماله يا اختي، ما احنا قاعدين اهو في البوفيه بتاعنا. ولا بس هو اللي عنده بوفيه؟ اوعى بك. مالك يا هنوم؟ اللي يشك في كرش منصور. ماله هو قفشك؟ لا، صلت عليا الام باشا حسنين، فضل يجري ورايا لما قطع قلبي. ان شاء الله ينقطع قلبه. وجدلك فين؟ مع قناوي. عز الحبايب يا قناوي. اخ راسك اقطع لسانك. انا بص لقناوي يا اختي، ده بيموت في دباديبي. ده بيحوش لك المهر يا هنوم. طب ما تتجوزي يا استا عزيزه، ما انتوا لاقين لبعض قوي. ليه يا اختي وانا برمرم؟ انت اللي مديها لوشه مع الشمال. عشم ابليس في الجنه. هو ناس ان انا مخطوبه لابو سريع ولا ايه؟ عارف بس مخبوط في عقله، متهيألو انك هتسيبي ابو سريع وتتجوزيه هو. السجافيجا. مين يا بنت؟ السجافيجا. يا ابو منصور يوم ما تعتنم العفاريت بتوصلهم. شيل ايدك بقول لك. يا راجل راقب ربنا، انا بقالي 10 ايام مرمي على الرصيف الكحيان بتاع اسمهم ما عملتش بتعريفه. لما يبقى يجي دورك تبقى تيجي تشتغل على الرصيف ده. دوري واجيب منين فلوس ابرطل بيها الرئيس بتاعكم؟ تبرطلوا ده ايه؟ اه
عشان يحن عليا ويشغلنا على رصيف عادل. ده بتعب في الشيخ بتاعنا ابو جابر اشرف منك انه بتسع بتاعك. قول لي كده هو ده اللي فارسكو؟ اوعى يا واد، عارف اللي اتعرض لي هروح فين له مال؟ ان ايدك لك صار. قول لي يا خال. نعمين. اسم الكريم ايه؟ ابو سريع عبد الحليم. بالجود يا ابو سريع، قول لي وحياه والدك الشيخ ربنا ينورهم لك ويديك العافيه، حسألك اسأله وتقول لي على الفايده احسن. خلاص والله العظيم روحي بقت هناك. ما تقول يا عم شمندفر الزجازيق. شمندفر دفر الزجازيق هتجوم مات. نعم اهو قم مد الشويه بقى وتتحصلوا ببنا. ازاي الجود غير ما نركبه؟ اما قطر جليل الحقيقي يودي ناسك. ايدي العوني العوني. عباس سلامتك. عباس تعال تعال معايا. عباس مش قادر. يا سليم ابو سريع هنقعد لامتى نتفرج على بعضينا يا رجاله؟ شيخ سليم على جبل اهو. ما تزنش على خرابه يا ابو سريع. اطلع منها ويا تعمر. عاوز يعمل نقابه ويفرملك انت. انت قد مردك وحش كده ليه؟ ما تفهمني انت عاوز ايه؟ عاوزين ندور على نفسينا بقى ما دام حد يستاهل فينا. عاوزين نعمل نقابه تلمنا وتضمن لنا لقمه العيش. هنفضل كده عايشين سداح مداح؟ عجبكم يعني الحال المايل ده؟ شفيق رزق اللي رجله كسرت الجمعه اللي فاتت حد يستاهل فيه؟ صبر شاهين اللي بقاله شهر رايق في بيتهم حدش قال له سلامتك؟ عباس عباس اللي ايده اتكسرت النهارده هياكل منين؟ النقابه يا اخوانا هي اللي تسندنا، هي الظهر اللي نقدر نعيش عليه. نقابه؟ نقابتي يا واد؟ انا رحت فين؟ انا النقابه، انا هنا الكل. على فينك يا بس بسم الله الرحمن. طب انا كود انت كنت ولي عمري عشان تسالني؟ ما حلسها تمام. كانت مني كده ما حلسها محبه بس. يا اخوي يا اخوي حبك القدر مستعجل يا بعيد. انا بعتك يا ابو نص لسان. يلا امشي من وشي كده. طب انا سحلان منك. اتفلي. لا حقيقي سحلان منك لان ما كنتش اكثر. ماليش لازمه يا جدعان. حصل لك ده يا واد يا عوض؟ لا ما في سامحلي من ناموسه قلصتني. ما تتكلم عدل يا واد. بصراحه يا معلم انا ببقى لابسه واد في العيس وانا راكب البسكليته. خلاص بسيطه، نشتري لك مرشيدس توزع بيها العيش. طيب كويس، بس انا ببقى لابسه سوق. طب غور من وشك، غور جتك البلد. ده يا اخت بكيس. ايه؟ كنت بتفلك على ماتش كولا في التلفزيون، الكولا نطت جت في وشي حوالتني. يا اخويا بتتريق عليا. طلع عليكي هتتريق على ست الحسن. ما هو اصلها كده يعملوها النسوان ووقعوا فيها الكلب. طب تعال انا عارفه انك زعلان مني. انا هزحل منك ليه؟ بيني وبينك ايه؟ اي واحد محطلمة زي حالاتي كان هيعمل كده واكتر. طب تعال. بس ما كنتش تحلف يا ست تعمر؟ قول لي يا عوض. يا حب انت ليه بتمشي ورايا في كل حته وبتراقبني؟ لا انا مش بمشي وراكي، انت اللي بتمشي وتامل. صدفه صدفه وتنضرب عشاني برضه صدفه؟ لا انا ما انطلبتش بس، انا كمان انضلبت. اخد وقتي مش اخد بس كل ده عشان خاطر
عم صابن عشان بحبه. آه؟ طب إذا كنت بتحبه بصحيح قولي عملت كده ليه يا عود؟ حس حس قلت له اللي ما بيفهموش. اخسى عليك يا دنيا، بقى يبقى فيكي داغر المفتري وكتانيلا الجبان وعوض، عوض اللي كل رجولة يبقى بنص لسان. حقيقي اخسى عليك يا دنيا. صحيح يا تهوى بتتكلمي كات، يعني انا في نصلك كل الكولة. اوي يا عوض. حس كده تعمى. أنا بحبك يا تعمى، بحبك. عوض أنت تتكلم زينا. يا عم صابر يا طنطاوي يا سلامة يا عم عوض المعلم يا أخوك المعلم يلا اتفضلوا كلكم وقفوني طابور قدام المكتب. انا بقالي اسبوع في موال مع واحد منكم بخصوص الرجاله اللي بتشتغل في الفرن. الفرن ده مش بتاعي، لا ده بتاعكم انتم تستاهلوا كل خير، وعشان كده عملت لكم حاجه عربون جدعانه 10 ايام لكل واحد فيكم. ربنا يخليك يا معلم يا كريم. والعشر ايام بتوعك هيبقوا 15 يوم، عشان ده راجل صاحب عيا ولازم نقف جنبه في الزنقه. ربنا يخليك يا كريم ويديك الصحه يا سيدي المعلمين. ويديك الصحه يا طنطاوي. أما أخونا قليل الأصل قال لي يا معلمة العمال دول صنف نمرود، اديني أنا 15 يوم ونايمهم لك أنا بكلمتين. قلت له لا، العمال دول إخواتي حبايبي وأنا عايش من خيرهم. مين النادل ده يا معلم؟ شوقي. حسابك يا شوقي العشر أيام معايا أنا وده سفرود. أيوة معلم. خد عم صابر وقبض الرجاله وما تنساش زي ما قلت لك. من عينيا يا معلم. استنانا يا شوقي. يلا رجاله. يلا. انا مش عرفني. طب شوقي عامل ايه؟ ترى يا معلم انت بتقفل الباب ليه يا معلم؟ هنرقص دانس يا روح امك. عادي يا معلم انا ما غلطتش فيك وما تجيبش سيره امي. عجلي ما هو ايه يا ابن عروس، من داداك دادي ومن عداك عدي. صح يا واد؟ ما اعرفش. الند ميت وهو حي. يا معلم انت عارف كويس قوي ان انا مش ندل. ندل شويه عليك يا خسيس يا ابن الخسيس. كام دول يا واد؟ 5 يا معلم. ودول يا واد؟ 5 يا معلم. يبقوا كام يا واد؟ يبقوا 10 يا معلم. العشرة دول بتوعك يا واد. يا معلم أنا مش عايز أمد إيدي عليك. الله أنت بتقلع هدومك ليه يا معلم؟ عشان أوريك هو مين المعلم. يا معلم اختشي. اختشي يا معلم. فهمني انت عايز ايه بالظبط. عاوز اوريك نار المعلم اللي بتعلم عالجلد واللحم والهضم كمان. وعشان انت طماع خد الخمسة دول والخمسة دول يبقوا 10. يا معلم يا معلم اخد الشيطان وانا غلطان وحقك عليا. يفيد بايه يا نادم؟ صح يا واد؟ صح يا معلم. وخد العشرة دول علاوة. روح يا خسيس. أنا نفسي أعرف حاجة واحدة بس، الواد سفرود قبضنا 5 أيام والمعلم قايل 10.
انا ما اعرفش حاجه، سيبني في حالي يا عم معروف. خلاص خد حسابه. طبعا انت عايزين تعرفوا ليه اخدته 5 ايام بدل العشر ايام اللي احنا اتفقنا عليهم. بسيطه، ايه مقابله المره دي يا داغر؟ انت امر من الموت يا داغر. داغر كده حاف، وانا اللي جاي متسربع عشان اطمن عليك يا وداد. معلش معلش يا وداد، خدي الفلوس دول، خدي. ولو اني معذور لكن قلت لنفسي يا داغر وداد احق. خد يا وداد، خد يا وداد، وداد 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 وداد. امشي اطلع بره، امشي اطلع بره بره، اطلع بره. ربنا يتقام منك، ربنا يخرب بيتك، ربنا يتقام منك وداد، ربنا يتقام منك. وادي فلوسك يا اخي. سمبادي سمبادي سمبادي، انت ايه بس اللي خلاك تقوم السرير؟ كتر خيرك يا وداد انك سترتيني وحبستي على العرض. سمباتي على انك نعمل عليا ان اموت لا اشوفك. هذا اللي حصل يا تامر. معلش يا عود، هتعمل ايه؟ ده غير عمره ما ساب حد في حاله. بس مش كل الطير اللي يتاكل لحم. خلي بالك، ده غير ضوافره طويله قوي. هقصله ضواف، وايديه اللي اتمدت على ابوها الشحات هقطعها له لو فكر يمدها علي. لا انا خايفه عليك قوي، خليني جنبك. خليك انت بعيدة يا تامر. انا كمان اللي يا ترى عنده يعود ولازم اخده. لا يا تامر لا، الكيش دعوة بيه طول ما انا موجود، والكلمة اللي اقولها ما احبش اتنيها. عارف يا عود، انت علمتني حاجة مهمة قوي في الدنيا دي. ايه هي؟ ان الواحد ما ياخدش الناس بالمظاهر. يعني ايه؟ يعني عوض ابو نص لسان يبقى لسانه طويل للدرجه دي؟ ده انا كنت اتمنى ان لساني يطول قد كده 10 مرات. حش حش، لسانك هيطول على مين يا سي عوض؟ عوض هات لي ترمس. ترمس ايه؟ ده انا هجيب لك الدنيا كلها. لا يا اخويا، انا مش عايزه غير الترمس، تاكله لي بايدك. حاضر يا تماتي، اديني بريزه ترمس وتوصى من عيني. بالك يا عود، انا نفسي اقلع الملاي وانزل راس، الناس تتلم ونديها طبل وراس. ايوه وانا اقف اتفرج عليك. ما تسيبها يا اخي تديها راس وخلينا ننبسط شويه. ايوه اخوي، هي تديها راس وانا اقف الم النقطه. هات انت خد ترمس. دوس هات، انت بتبص ليه؟ يلا يا اخي تعالى يلا. ما تختيش، الراجل صدق انك هترقص. الترمس اللوز اللي بيرقص لوحده. ادي حكايتها رجاله وحكايه الشحات الله يرحمه. يا سلام، بداغر يعمل كده ويعمل اكتر، وهيعمل اكتر واكتر لو فضلنا ساكتين. وهنعمل ايه يا عوض؟ نلعبه بطريقته من غير ما يحس. كل واحد فينا لازم ياخد حقه، انا مش هسيبه، والحق عمره ما يموت لو كان وراه مطالب. وانا معاكم، بس قولوا لي اعمل ايه. وانا اتعوض، انا من ايدك دي لايدك دي، وانا قدها وقدود يا عوض. طب الفاتحه يا جدعان، ان احنا كلنا نبقى يد واحده. وانا معاكم يا عوض يا ابن الشحات. عم صابر الفاتحه. الو
مباحث التمويل؟ عم صابر عم صابر يا عم صابر عم صابر عم صابر في ايه؟ التمويل تمويل؟ طيب انا هتصرف معك. فين الميزان؟ اهو يا بيه. احنا ميزاننا مظبوط يا سعاده البيه. قوي قوي. مين صاحب الفرن ومين المسؤول هنا؟ المعلم عوض الشحات. معلم معلم حالا هجيبه لحضرتك على ما تشرب حاجه ساعه. ملوش لزوم الحاجه ساعه. في كبسه تمويل جوه، لقوا العيش ناقص. ايه اللي بيحصل ده يا صابر؟ مش وقت يا معلم، بعدين انا هفهمك كل حاجه. اسمع يا سفرون، ايوه روح عند عبد البقال هتلاقي عوض هناك، هاته وحصلنا عليه. حاضر. معلمات اطلع بينا معايا. دي حاجة غريبة. أنا مش قادر أفهم إزاي العيش يطلع ناقص. دي حاجة عمرها ما حصلت يا صابر. أصل الواد سلامة ما جاش النهاردة لأجل البخت الأسود. والواد جابر هو اللي بيشتغل مطرحه. وأنت عارف جابر بقى. لكن اللي أنا عايز أفهمه مش ده المهم دلوقتي يا معلم. المهم ان انا اتصرفت وقلت ان الفرن ده بتاع عوض، وعوض ده واد اهبل ممكن نضحك عليه بمئة جنيه ونكتبه عقد بيع الفرن من اسبوع فات ويشيل هو القضيه دي، فيها غرامه 1000 جنيه وسنه سجن، وانت عارف العيون كلها على الفران ليامتي. مش مهم الالف جنيه. طب والسجن يا معلم؟ تفي من بقك يا صابر، ها المعلم داخل. خلاص يا معلم ولا يهمك، احنا بس نكتب العقد للواد عشان يقدمه للمفتش. تعال يا عوض. وبعدين كله الضبط خير يا معلم. اقعد يا عوض اقعد. حرز العيش ده. امال فين صاحب الفرن؟ انا عوض الشحات صاحب الفرن. يعني انت يا عوض اشتريت الفرن من داغر الشهاوي؟ من اسبوع بس يا سعاده البيت، زي ما هو ثابت قدام سيادتك في العقد، في شهود ماضيين على العقد. امال ليه ما سجلتش العقد لغايه دلوقتي؟ انت عارف سيادتك ان التسجيل محتاج فلوس، وانا كنت مستني كام يوم ادبر مبلغ التسجيل واسجل على طول، لان كل اللي معايا دفعته في الفرن. طب امضي. السلام عليكم. تعال هنا. امضي وقع. اتفضل سنة بقى. دخل دغر الشهاوي. حاضر يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت دغر الشهاوي؟ المعلم دغر الشهاوي. أنت بعت الفرن لعوض الشحات؟ أصلك ما عندكش فكرة يا أستاذ، الشغلانة بقت متعبة أوي أوي. مفهوم. كل شيء اسمه نصيب. مفهوم. امضي يا معلم. انا فين اصلا؟ اي اوامر؟ شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم محمود العشماوي شهر حبس، عوض الشحات ابراهيم شهر حبس. رفعت الجلسة. معلش يا عوض يا ابني، قضى اخف من قضى. يا عم صابر قول لي مبروك، حق ابويا خلاص خدته، وصيته من نفسه. ربنا ينصرك يا ابني. مع السلامة انت يا عم صابر. الله يسلمك. ابقى زورني ان شاء الله. مع السلامة يا عم صابر. الله ينجيك يا عوض ومسوقك ياما وتطمني. يا بنت هناك يا بنت سعد خيالتين، ايه اللي هيحكموا عليك بالاعدام يا عمر؟ ان شاء الله اللي يكرهك يا قادر يا كريم.
حاجة؟ وربنا يهدك يا بعيدة. أبا يابا مدي يابا. عوض عمل ايه؟ استنى عليا يا بنتي لما اخد نفسي. حاضر بس طمني يابا، عوض عمل ايه؟ الحمد لله يا بنتي، ربنا كرمه وخد شهر حبس. يا للديار مصابر. مبروك السجن يا عوض. لو كنت اعرف ان السجن ده هيرجع لي حقي كنت اتسجنت من اول يوم شفت فيه دغر الشهاوي. ملعوب كبير منك ده يا عوض. اتعلمته من غاد الناس يا عم صابر. بس انت يا عوض صاحب حق. وانت ساعتين يا عم صابر عشان ارجع حقي. انا مش قلت لك ان انا عرفتك من اول يوم شفتك فيه؟ قلت ده ابن الشحات. الشحات اللي ذبح وداغر قدام عينيا. وفضلت ساكت. ما انا ما اقدرش اتكلم. ليه يا عم صابر؟ الله ليه انت دايما مستحمل اهانات الراجل ده؟ ده الرزق على الله. انت عارف نار الفرن اللي بتلهف وشنا واحنا حواليها؟ في نار جوه قلبي اقوى منها مشعلله بقالها 18 سنه عماله تحرق فيا. لكن داغر هو سبب برضه يا عم صابر. داغر بيحط لها بنزين نقطه نقطه عشان تولع فيا طول عمري، لكن انا اللي ولعتها بايدي. من 18 سنه كنت بشتغل موظف صغير في بلد ارياف، وكنت راضي بحياتي وسعيد سعادة الغفلان اللي مش عارف الحقيقة. سبت البلد كلها ونزلت مصر، والوحيد اللي حكيت له هو داغر الشهاوي. رحت له علشان يساعدني. معلم داغر. خليل الوزيري. انا قتلت. جدع. قتلت مين؟ قتلت مراتي وعايزك تقويني. الفرن تحت امرك. ربنا يخليك لينا. احنا اخوات يا خليل. عيب كده. اسمع بقى، من هنا ورايح عايزك تنسى انك خليل الوزير. انت صابر حزين بس كاتب الفرن ده. ومن يومها فضلت بس كاتب الفرن. زلتي ملجمه لساني وشله ايديا. اتجوزت حسنيه عشان ترعى البنت، كانت مطلقه وما بتخلفش، قلت دي انسب واحده عشان طعمه تفضل لوحدها. فكرت 100 مرة إني أسلم نفسي، لكن خوفي على طعمة هو اللي سكتني. لكن أنا هعملها بعد ما أطمن على طعمة وأشوفها في بيتها. ما تجوزها لي يا عم صابر، جوزها لي ربنا يسعدك. يا حسنية فهميني، البنت مش عايزاه. يا راجل جوزها له، أنت هتلاقي أحسن منه فين؟ هو أنت تديك الساعة لما تناسب المعلم ده غير الشهاوي؟ ازيك يا عوض؟ الله يسلمك يا معلم داغر. ايه ده؟ بتقول ايه يا عوض؟ ما انت لازم تستغرب، انا لو كنت هناك كنت قلت لك الله يسلمك يا معلم داغر. لما دخلت السجن قلت لك الله يسلمك يا معلم داغر، في حاجه؟ اظهر بقى ان السجن فك عقده لسانك دي. لو انت سادت عقده الفرن اتفكت وحق الشحات رجع له. بتقول ايه يا شحات؟ مين يا انا عايز اقول لك ان التهتهه اللي كنت انا بعملها لك دي ما عادتش تليق. المعلم عوض صاحب الفرن. انت يا صدقت صحيح انك صاحب الفرن؟ طبعا. الله انت نسيت ولا ايه يا معلم؟ مش انا مسجون في قضيه تموين في الفرن بتاعي؟ انت باين عليك اتجننت يا عوض. السجن فك لسانك بس يظهر انه عقد لك مخك. خد يا ادم دي الورقه دي. امضي انت. يعني ايه؟ يعني اتوكل. الزيارة انتهت. لا مؤاخذة شويش دقيقة واحدة بس. خد يا جدع عندي. خلاص بقى يا محل ابن حسلامة. اتوكل انت، اتوكل من غير احلاق. ها؟
مع السلام. هو كده الوقت يمشي. خد تعبك كتير وقالولي استاهل الذهب واللولي من بين الحبايب عوض. عوض ده يا اختي اللي مالي مخك ده؟ حد يسيب المعلم ده غير بفلوس وجاه وماله ويبص لحته المنايل اللي اسمه عوض ده؟ ده عمل عشان اللي ما يتعمل. ده راجل عنده كرامه وسكتنا واحده. راجل؟ ايوه راجل. ايه وايه انا لما انضرب قدامي اتعلق تلاقيه معجر شويه الالافيت بتوعه دول عشان يعمل بطل قدامي. اساليني يا بنت عن الملاعيب دي كلها، الواد ده ميه من تحت تبني، اساليني وانا عارفاه. عجبني. بيك يا اهلا بيك يا ست السفاري. الله، امال فين صابر؟ صابر راح يجيب الواد عوض من السجن. اصل عوض هيطلع النهارده من السجن. الهي تطلع روحه بعد عنك. عن اذنك بقى يا معلم. بقول لك ايه؟ نعم. على فين كده ان شاء الله يا ست الستات؟ راح لغاية الخيطة ورجع على طول. وطعمة طعمة زيها وزي حالها كده؟ اهي قاعدة في البيت زي قرد قطع. طيب ما عطلكيش انت، مع الف سلامة روحي للخياطة. عن اذنك يا معلم. على راحتك وعلى اقل من مهنك، اصل صابر هيتاخر شويه كده. تفوتك بعافيه بقى يا مع الف سلامه يا ست الستات. الف سلامه. يا خارجه من باب الحمام مين؟ سلام. ابويا مش موجود. انت كفايه. خالتي في السوق، مفيش حد في البيت غيري. يبقى احسن، اصل انا جاي في موضوع يخصنا احنا الاثنين. مفيش بيني وبينك مواضيع يا والدي. والدك؟ هي دي برضو مقابله الضيوف؟ مش لما يكونوا ضيوف. ضيوف؟ امال انا ايه، كشاف بتاع عداد النور؟ معرفش. وتفضل بقى من غير ما ترود. ابويا زمانه جاي ومعاها عوض خطيبي. عوض خطيبك؟ ولعلمك بقى ده ما بيستحملش الهوا يعدي من جنبي، بيغير عليا موت. راجل راجل ده راجل ده ده تقاوي راجل، ما يفرقش كتير عن سيكاتانيلا. ايه؟ لا لا يا معلم لا. ايه؟ لا ما يصحش كده ابدا. هي حصلت؟ عوض عوض راجل راجل وزين للرجاله كمان. معلش انا هسامحك يا طعمه عشان قريت الفاتحه مع ابوكي. خلاص هتبقي مراتي. مراتك؟ حوش حوش ده لما تشوف حلمة ودنك. ودني؟ انا راح لحد الفرن، هنايم داغر شوية أحسن زمانه هيتجنن. لا بقى أجي معاك. لا لا خليك أنت، ما تتقل شوية. روح أنت على البيت، طعمة مستنياك، هتفرح أوي لما تشوفك. يا لهوي يا لهوي. لا يا معلم لا يا معلم لا لا لا. المرة دي مش هسيبك أبدا. عيب يا معلم، عيب ما تغلطش. وانا حصل لها غلطتك. ليه صار لها غلطتك ده؟ ايه اوعى يا راجل يا مجنون يا اول. ده الخطيب؟ اهلا بيبو. اهلا.
مش بيبو، انا بيبو. وعشان كده لازم تاخد ضربات جزاء. ضربتني بقى، فوتك بعافيه. عوض عوض عوض، اتمنى عليك يا حبيبي، اتمنى عليك، اتمنى عليك. ايه اللي جرالك؟ هو في ايه؟ حصل ايه؟ مفيش حاجه. امال انت قافله الشبابيك ليه؟ مفيش حاجه متقفله يا عوض. هو فين؟ مشي مشي ازاي قبل ما اضربه؟ معلش، ما هو خاف منك. لا انا مش ممكن اسيبه الجبان. تعالى بس اغسلك. طلع طلع اضربه في النور. لا تعالى اغسلك الجرح، سيبك منه. لا لا انا كويس. عوض اللي ماسك بايده طعاله. عوض يا بنتي، عوض تعالى هنا اعمل ايه؟ ريح فيا يا عوض. لا تمام، خش جوه. انت لابسه مفيش. انا ما عنديش حريم تخرج بلابيس. خش يا تمام. حاضر يا سي عوض. خش. وده يطلع ايه يا معلم؟ ده شعر يا مشير، بس جاه بدري شويه. عسل. عايز ايه؟ اسمع يا معلم، انا جاي اكلمك بالذوق. نصاب في حسابنا اخد حقي. حقك في ايه؟ حقي في الفرن. في الفرن يبقى زمانه اتحرق. يا عسل. اسمع يا واد، انت جاي تلعب عليا يا واد؟ ده لسه ما اتخلقش اللي يلعب على المعلم ده غير ياض. انا مش بلعب عليك، انا صاحب حق. امال انا صاحبي ياض؟ انت صاحب الزور. طيب الزور اللي يمشي ولا الحق اللي يمشي؟ الحق هو اللي يمشي يا معلم، لانه صوته عالي. ماشي، نسال العالم دي، الزور هو اللي يمشي ولا الحق اللي يمشي؟ اساله ولو انهم يعني، لكن كلمه الحق هتنقال. ماشي، ايه رايك يا انسه؟ الزور هو اللي يمشي ولا الحق اللي يمشي؟ الحق طبعا هو اللي يمشي. طب نسأل الرجالة دي. الحق طبعا هو اللي يمشي يا معلم. معلوم، الحق هو اللي يمشي يا معلم. الحق هو اللي يمشي يا معلم. الحق هو اللي يمشي يا معلم. الله أكبر، ظهر الحق. سمعت يا معلم كبير؟ سمعت ايه يا اللي قالوه رجالتك؟ قالوا ايه يا الحق هو اللي يمشي. طب ما تمشي يا صح يا معلم، الحق هو اللي لازم يمشي من مكان زي ده. لكن اسمعني وافتكر كويس يا داغر يا شقاوي، الشحات اللي انت ضحكت عليه واخدت شقاوي شق ابوه شق جده من 16 سنه، واخدت منه 4000 جنيه تمن نص الفرن. ابنه واللي واقف قدامك. انا قاعد ابن الشحات هداجر، اذا كان الشحات مات حقه عايش. وبدل ما كنت هاخد منك نص الفرن، هاخد منك الفرن كله هادر. هو فين؟ مش يا معلم. هو فين؟ مش يا معلم. هو فين ابن الشحات؟ مش يا معلم. ماشي. اتفضل يا استاذ. طبعا كده يا معلم، الفرن هيبقى بتاع عوض الشحات. تشكر يا استاذ. هو بلا مؤاخذه، لما العيان يروح للدكتور عشان الدكتور يقول له انت عيان ولا عشان يعالجه؟ طب هدي نفسك يا معلم، وكل عقده وليها حلال. الله طبعك ايه يا استاذ. طب يا معلم ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. الواد ده عمل كده ليه؟ اهو بقى طلع خسيس وقليل الاصل. المهم تقدر تعمل له ايه؟ اهو ده مربطه فرس. لاحظ حاجة يا معلم. ايه؟ انت مضيت على البيع. اه. ورحت النيابة واعترفت
انك بعت الفرن لعوض الشحات وكل ده تم من غير ما تاخد رايي. اخد رايك فيه يا استاذ؟ اخش السجن ولا لا؟ ما علينا، انا شايفه دلوقتي يا معلم الموضوع ده يتحل بالتراضي، مفيش حل تاني غير كده، لان الفرن دلوقت بتاع عوض الشحات. ده انا كنت ذبحه. افيد بايه ذبحه يا معلم؟ هو هيموت وهو صاحب الفرن، وانت يا معلم هتخش السجن. يعني مفيش حل تاني يا استاذ؟ بكل اسف يا معلم مفيش حل تاني. سلام عليكم يا شفروت. مرحبا عم صابر. انا قلت برضو المعلم لازم هيكون هنا. استنى بس عم صابر ما اسال المعلم اذا كنت تطلع ولا لا، احسن مزاجهم قاري. ويطلع يا شفروت. اتفضل يا عم صابر، اتفضل يا عم صابر، اتفضل اتفضل. السلام عليكم يا معلم. وعليكم السلام، خطوه عزيزه يا بالطعمه، اتفضل. اقعد يا صابر. لا مؤاخذه يا معلم، اصل سمعت كلمتين كده مش ولا بد من الواد عوض الشحات، قلت اجي اقولهم لك. كلمتين ايه ان شاء الله؟ بيقول انه بعت لك انذار علشان تسجيل الفرن، واذا ما اتفقتش معاه هيرفع عليك قضيه وياخد الفرن، والكلام كتر في الحي وهيكتر اكتر واكتر، وانت الحمد لله حبايبك كتير. طيب يا ابن الشحات، بقول ايه يا معلم؟ ما دام عوض صاحب حق. حق؟ حتى انت بتقول صاحب حق يا صابر؟ مش انا اللي بقول يا معلم. امال مين اللي بيقول؟ القانون وعقد البيع اللي معاه. على رأي المثل، لو كان ليك عند الكلب حاجة قول له يا سيدي. خلاص يا صابر، روح هاته نتفاهم معاه. ما انا قلت له يجي معايا. قال لي انه حالف ما يجيش هنا تاني ابدا. انا بقول ايه يا معلم؟ نتقابل عندي في البيت، لا من شاف ولا من دري، ونخلص الموضوع. على ارض محايدة يعني. ايوه. ونجيب شهود من اضاليا. خلاص يا صابر. الشاي يا سيد المعلمين، وعقبال الشربات. يا زمن، طلباتك يا ابن الشحات. انا مش عايز غير حق ابويا بس. وانا رقبتي من جنيه لمية. اسمع يا معلم، حق في نص الفرن انا تمنته 15,000 جنيه. 15 ايه يا واد؟ طب انا بقى مش دافع ولا مليم. هدي نفسك يا معلم. يبقى خلاص بقى يا معلم كده، يبقى الفرن بتاعي. ما تتكلم يا فاهمه. الله، اتكلم اقول ايه؟ المعلم عوض كلامه مظبوط، حقه وهو اولى بيه. اسمع يا معلم، اتفضل. ماين ما عوض لانه بيتكلم جد. انت شايف ايه يا صابر؟ انا شايف ان خير ربنا كتير. اه. اديله اللي هو عايزه، خليك تخلص. ماشي، اخلص عشان احنا كمان نخلص يا ابو طعمه. ضبط الشيكات. عوض الشحات. عوض الشحات ابراهيم الشحات. عاشت الاسامي، اتنين شحات. بس هنا في شحات واحد. اتفضل يا معلم. يزيد فضلك. بسم الله. على بركة الله يا سيدي. تسلم ايدك. اتفضل يا معلم عوض، امضينا بقى العقد. هات القلم يا عم صوت. اتنين شحات مش وحش. هنسجل امتى بقى يا معلم عوض؟ والله ما اصرف الشيك الاول يا معلم داغر. الله يرحمك يا شحات، كان طيب. عن اذنكم دلوقتي يا عم صابر،
احنا خلصنا من الواد ده. النهارده الثلاث وبعد بكره الخميس هيكون كاتب كتابي على طعمه. طعمه. الف مبروك يا ابو صابر. الف مبروك يا ابو صابر. جميعا. الحاري صلى والصلاه على النبي. الحاري صلى والصلاه على النبي. الحاري صلى والصلاه على النبي. We'll be right back.
فرح بنتي يا معلم. ما انا عارف، انما ايه اللي مقعد البتاع ده جنبها؟ عوض اتجوز طعمه خلاص، والليله دي فرحها. يبقى اطلقها حالا يا الليله، هخليها ميتم. عوض عوض عوض. لا يا عوض اسمع دقر يا شبابك، مش كل طير اللي يتاكل لغمه، وتفضل بقى من غير ما ترد، لحسن انا اللي هخش فيك السجن. السجن الرجاله يا عوض، اللي هيدخل السجن حماك خليل الوزير يا عوض. وانا موافق يا داغر، بس المره دي فيك انت. عم صابر. لا لا يا بس كده، انت صابر وليه لا؟ ما انت قاتل قبل كده، فاتتني دي، فاتتني دي. مصابك ليه عملت كده؟ ليه يا عمل؟